لا أرى شيئا بعد توحيد الله تحاسب عنه نفسك حسابا شديدا كل يوم أعظم من الصلاة. والله لو أنك وقفت مع نفسك وقفة صادقة من الآن تحاسب نفسك في كل صلاة فريضة أو نافلة كيف أنت تصلي، وهل هذا الموقف يليق بك بين يدي الله؟ والله ثم والله وأقسم بالله يمينا لا أستثني فيها، لو أن الناس راجعوا أمورهم في هذا الأصل العظيم لفتح الله عليهم من أبواب الخيرات والرحمات والبركات ما لم يخطر لهم على بال.